جاء في كتب الطب القديم أن ابن بيطار يقول في مدى فائدة زهر الرمان في علاج بعض الأمراض؟ أزهار الرمان تشد اللثق وتلزق الجراحات، والتمضمض بطبيخ الأزهار يقطع نزيف اللثة الدامية والأسنان المتحركة. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما تواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وكذلك أتمنى أن تضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. وقبل البدء أريد أن أخبركم أن هذه المعلومات مأخوذة من الدكتور سليم طلال الأغبري. الرمان من فواكه الجنة التي ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، خصوص سورتي الأنعام والرحمن، قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. وأشجار الرمان تطرح محصولها بعد 3 سنوات من زراعتها، وتعمر 50 عاما. وثمار الرمان كما أنها غذاء فهي تتميز بفوائد رائعة لكثير من الأمراض بفضل الله تعالى، فهي من أكثر الفواكه المغذية والغنية بالماء والألياف والبروتين. تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويوجد نوعان من فاكهة الرمان، الأولى هي الرمان السكري والأخرى هو النوع الحامض. فيما يلي من أسطر على هذه الصفحة: الرمان شجرة يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، لها أغصان متدلية في أطرافها أشواك، وأغصانها وأوراقها تميل إلى اللون الأحمر، أزهارها حمراء فاتحة اللون جميلة المنظر، الثمرة كروية تحمل تاجا، وقشرة الثمرة جلدية القوام. تحتوي الثمرة على كثير من البذور الحمراء أو أحيانا تميل إلى البياض، ولكن في الغالب تكون بلون أحمر قاني. الأوراق تسقط في الخريف، ولذا فإن شجرة الرمان ليست دائمة الخضرة. الموطن والزراعة: موطن الرمان الأصلي جنوبي غرب آسيا، ويقال أن إيران أيضا موطن لأشجار الرمان كما ينبت في شمال غرب الهند، ويزرع تجاريا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. حاليا يزرع الرمان في كثير من دول العالم. أما الجزء المستخدم طبيا فهي قشرة التمرة مع اللب والأزهار، وكذلك البذور وقشور والجذور. ما هو الجلنار؟ الجلنار هي زهرة شجرة الرمان قبل تحوله إلى ثمرة، وهي زهرة حمراء جميلة تتميز برونقها اللامع. والجلنار هي كلمة معربة من الفارسية كل نار التي معناها ورد الرمان، ويطلق كثير من الناس اسم جلنار على فتياتهم لمال الاسم من لفظ جميل ونطق سلس يعبر عن جمالية المعنى الذي تشير إليه، وكونها من الأزهار حسنة المظهر. وأما استخدام الجلنار فهو كان يستخدم قديما ويستخدم حديثا. جاء في كتب الطب القديم أن ابن بيطار يقول في مدى فائدة زهرة الرمان في علاج بعض الأمراض: أزهار الرمان تشد اللثة وتلزق الجراحات، والتمضمض بطبيخ الأزهار يقطع نزيف اللثة الدامية والأسنان المتحركة. وهذا ما أثبته الطب الحديث، حيث يشار إلى أن مغلي أزهار الرمان مفيد جدا لعلاج أمراض اللثة وخلخلة الأسنان. خصائص وفوائد زهر الرمان: من خصائص زهر الرمان أنه قابض ومطهر، ولذلك يستخدم ضد النزيف وضد الإسهال وقروح المعدة والأمعاء، وإذا طبخ مع الخل وتمضمض به نفخ اللثة الدامية وشد الأسنان المتحركة، وهو يصفي الجروح العفنة ويدملها. وتستخدمه النساء لتنظيف الرحم وقتل البكتيريا المسببة للالتهابات والسيلان المزمن ووقف النزيف. باتت زهرة الرمان تستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية بفضل خصائصها التي ترتكز على تنعيم البشرة وتنقيتها من الدهون وترطيبها. وتقوم زهرة الرمان على حماية البشرة من الجفاف، فهي مادة مرطبة للجسم تعزز الدورة الدموية، تجدد الأنسجة والخلايا، وتحارب الشيخوخة وعلامات التقدم في السن.
أما قشر الرمان قد يخلط العديد من الأشخاص بين الرمان الحلوق والرمان المر أو الحامض، وبالتالي يحصل خلط بين استخدام قشور الرمان الحلوق أو استخدام قشور الرمان الحامض. وبشكل عام تحتوي القشرة الخارجية لثمرة الرمان على حمض العفص، وهي مادة قابضة لذا يستعمل مسحوق القشور المجففة كمضاد جيد للإسهال والزحار وكمرقق للنزوف الهضمية، كما يستعمل مغلي القشور لهذا الغرض ويفيد طارد للديدان وخاصة الدودة الوحيدة لاحتوائه على مادة البليتيرين. وقشور الرمان وقرحة المعدة. وجد أن استخدام مسحوق قشر الرمان مع العسل النقي يعطي نتائج إيجابية ضد قرحة المعدة، وقد جربت هذه الوصفة على عدد كبير من المرضى وأعطت نتائج جيدة، مع العلم أن قشور ثمرة الرمان تحتوي على مواد عفصية بنسبة كبيرة، لهذا يجب عدم استخدام مسحوق قشور الرمان لوحده، بل يجب مزجه مع العسل النقي. هناك دراسة جميلة عن فعالية قشور الرمان وتأثيرها المضاد لجراثيم الإشريكية القولونية التي أبدت مقاومة للعديد من الصادات الحيوية. ولزهرة الرمان فوائد الخاصة بزهر الرمان المجفف في الحفاظ على الصحة. يستخدم زهر الرمان المجفف في علاج حالات الإسهال، حيث أنه يعد أكثر أنواع مضادات للإسهال القوية، يعتبر من أكثر أنواع الزهور الطبيعية التي تساعد في الوقاية من أمراض تصلب الشرايين وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن استخدامه كمسكن للآلام، حيث أنه يقلل من أعراض الكثير من الحالات المرضية المختلفة. يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة والمفيدة للجسم، والتي من أهمها فيتامين جي. تحتوي زهور الرمان على كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة، وبالتالي فإنها تمنح البشرة الإشراقة والمرونة وتحافظ عليها، وهي تنظف الرحم بعد الولادة، ويعتبر هذا الأمر من أهم الاستخدامات الخاصة بزهرة الرمان. يستخدم في قتل بعض أنواع البكتيريا الضارة، يعلم على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، والذي يعتبر من أكثر أنواع البروتينات التي تعمل على زيادة مرونة البشرة بشكل ملحوظ. ويعتبر بذر الرمان من أهم المواد التي يمكن استخدامها في علاج العديد من الحالات المختلفة، والتي من أهمها حرق الدهون والحفاظ على الجسم والحفاظ على القوام الرشيق. وقبل الختام أريد أن أسألكم ما تسمون زهرة الرمان بلهجتكم، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله، في لقاء آخر إن شاء الله بحول الله وقوته.